انا دابا كاين في قلعة طوريس، هي واحد القلعة بناوها الموحدين ومن بعد احتلوها البرتغاليين وجاو من بعدهم الصبليونيين. هاد البلاصة اللي قاعد انا فيها هي البلاصة ملي كانوا تيطلقوا المدافع، فيها واحد الاطلالة واعرة على البحر. صراحة لقيتها مسدودة، تمنعوا الناس انهم يدخلوا. ولي طلبت هذاك السيد اللي كاين تماك ولا قال لي منين تابعي، قال لك سير ادخل اخويا شوف المنظر ليا مع راسك. صراحة بلاصة تستحق الزيارة. دابا غادي نطلع لكالايريس، ومن بعد كالايريس غادي نطلع الباديس، كاينين جوج بحوره غنختار واحد فيهم هنا هو اللي زوين وغادي نريح فيه ان شاء الله. هاد البلاصه هادي بعيده تقريبا على الحسيمه بواحد 55 كيلومتر بحال هكا، ولكن بحوره واعرين بزاف. دابا انا كاين في جزيره باديس اللي هي صبليون وهنا المغرب. كيف تتشوفوا الحد بيناتهم هو واحد الخيطره، هو كاين تماك كاين لي واحد التيران تيلعبوا فيه هما الفولي، يعني الا مشات للجنود ديالهم الكره انا خصهم يطلبوا عندي وانا يعطيوها عليهم. عندهم تماك تطابق الهليكوبتر يا اما هنا، وكاينه واحد البلاصه اخرى الفوق راه هي لهيه. عندهم واحد الفلوكه راه هي تماك، هذه الفلوكه ديالهم راه فيها واحد الرايه ديالهم، هذيك تجيب لهم حتى هي السلعه بالاضافه للهليكوبتر. كاين لي في هذيك البلاصه اللي تماك كاين واحد الموتور تخدم بالمازوت باش يعطيهم الضوء لهاد المنطقه. هي في الغالب ساكنين فيها غير الجنود. كيف تشوفوا جزيره ملاصقه مع المغرب ولكن تابعه لصبليون. نهبط نتبحر هنا في باديس، ولكن الطريق صعيبه باش يهبط فيها الموتور. غادي نمشي نبات في طوريس، حتى هي فيها واحد البحيره زويين نعوم فيه، ومن بعد نجي من الجهه الاخرى كاينه واحد الدوره منين تدخل، تدخل الطوموبيل تدخل الموتور، غادي ندخل ليها ان شاء الله ونشوف واش نبات هنا ولا ندوز فيه نهار ونمشي في حالي. قلعه مهجوره حدا جزيرة باديس راهي كاينه ليه، الجزيرة اللي تابعة للحكم الإسباني. أنا كي تشوفو شوية عيان لينا طلعت نجري مع الطلعة، جيت حتى لهنا درت واحد 5 كيلومتر على الموتور، ولكن هاد الهبطة هادي صعيبة يدوز فيها الموتور. داكشي علاش غادي نحاول نرجع لكالا، نرجع للقلعة قلعة طوريس نبات فيها الليلة. قالوا لي راه كاين واحد الطريق من الجهه الاخرى، بانت لي نيت الناس مدخلين طوموبيلات مدخلين كلشي. انا حطيت الموتور هنايا الفوق نقابلو صراحه طلع تحت، ولكن هنا في الغالب ما عندك مناش تخاف، نيا امان لانه بان لي الناس شي حاجين حاطين طوموبيلاتهم وموتورهم، شي جوج طوموبيلات وموتور واحد اللي كاينين صافي. دابا انا كاين وسط بحر زبابيبان، صراحه المنظر هنا واعر، كاينه اكوا بيبان بزاف داك القيم ديال البحر. تسمعوا الامواج دابا ما عرفتش تسمع الصوت ديالي ولا لا، ولكن المنظر واعر بزاف بزاف. بواحد اللي كاين هنا كاين معايا تحت، ها هما البيبان. شعور واعر انك دابا قدام البحر وتسمع هاد الصوت ديالو، الظلام جميع الجوايع. من بعد ما جربت الناس ديال السواد والناس ديال الغابة، اليوم جربت الناس تاع البحر. صراحة العيشة تاعو في واعرة. هاد البلاصة اللي كاين فيها أنا هو البحر ديال زعبيبان ولا اللي معروف بقلعة طوريس. مرة تكون خاوي شوية كالم. البارح لقيت مع شي دراري ولا كنت انا واحد 4 دراري، كانت واحد القضية يعني وقعت في جبهة، وانا تلاقيت مع شي دراري بلاد العيون اكادير المهم مخلصين. قلت لك جينا راه عندنا تاع الريف دايرين معنصرين في حد التعبير هما، ثم الله رانا فايت ديجا مشيت للحسيمة وطبعا الناس عادي يتصرفوا بشكل عادي. وانا عندي واحد القضيه ما تنافسش دائما دوك الاحكام المسبقه الا ما عرفتش مع عاشرش منها. ف ميت غادي الطريق يلا دخلت في اقليم الريف ولا اقليم الحسيمه، يعني دخلت الريف غنتلاقى مع واحد السيد باش نسولو على الطريق ديال هذا كالايريس. كالايريس في شنو هي قوي تقول هي واحد البلاصه ولا واحد الابلاج كيمشي شي اخرى من وراء وراء هذا الابلاج هذا. فبغيت نسولو منين كاين شي طرقان، قال لي ولدي الطريق الاولى راه ما خداماش لانها بيس وهي صعيبه، وكاينه الطريقه هادي اللي شانتي دي حتى للبلاصه. فهذوك الناس بقيت انت معاهم تنجي معاهم في هذوك الهضره، يعني رياضه
واحد لقى في اللحظة قال لي قعد اختار معانا كرموني يهضروا معايا مزيان. يعني المسألة عاوتاني مرة أخرى جيت لهاد قلعة طوريس بغيت ندخل ليها ولا خلاني داك السيد ندخل ليها لقيتهم حاطين الخرطة وما قال لي قاعد تفطر البارح تقريبا يلاه كنت شي حاجة مرة واحدة اللي كنت من عندي أنا زودوا بالدراري ولاد كتامة يعني نفس المنطقة تغديت معاهم وقلت معاهم درت معاهم كاسكرو دزوز معاهم واحد النهار اللي واعر وزوين بزاف خلاو لي في الاخر فاش مشاو خلاو لي كاع داكشي اللي عندهم الخبز اللي بيسكوي كاع داكشي اللي بقى عندهم العصير شحال حاجه يعني ماشي هادوك الناس اللي خايبين قدر مع الناس اللي كيتعاملوا معاك بديك الطريقه اللي بغيتي انت ولا ديك الطريقه اللي جاي بها انت. وعلاش هادوك الدراري زعما اصلا هما ممكن تخافوا معاهم؟ لان انا كيفاش قلت لك كنت مشاو بيدوشوا وواحد البلاصه كاتبين فيها بانه الدوش ممنوع وانت بغيتي تدوش فيها راه الاكيد ان الناس راه غادي يدورو فيك غادي شي مساله اللي عاديه جدا. يعني انا في الطريق كل ايام مع اخر صراحه جميع الناس اللي تاخذ معهم اللي يتعاملوا معايا معامله جيده لكن المعامله ديالتهم ما هي الا انعكاس على ديال المعامله ديالكم هذا ما كان. دابا انا عن بعد انا نفر شويه وديك الساعه نمشي نطلع لفاديس حتى هي جزيرة فاديس ندوز فيها نشوف واش ندوز فيها النهار ونطلع للحسيمة ولا نبات فيها حتى هي شي ليلة. هذه قصبة سنادة هي واحد القصبة كانت ايامات ولا في العهد ديال السعديين وتعودت بقات حتى في العهد ديال العلويين. كانوا دايرينها على اساس انهم يحاصروا جزيرة باديس اللي شناها البارح اللي غادي نعيط ليها انا دابا واللي كان ديك الساعة محتلة من الصبغيون كانوا تيحاولوا انهم يحاصروها باش ما توصلهاش لمونة وما يوصلهاش شحال من حاجة باش انهم يحاولوا يرجعوها ولكن من بعد يعني مدة طويلة هاد العملية قامت بها في مجموعة من الامور ولكن ما استطاعوش انهم يرجعوا باديس وراه باقي اليوم هذا تبع الحكم الاسباني. انا ما عارفش اش كاين نلتحت نتاع القصبة دخلوا شي شوية توغلوا كانت يسكن فيها على حسب ما قالوا كانت يسكن فيها القيد ديال المنطقة واش يكون ديك الساعة قيد عسكري ومعاه يعني البلاصة كان طبخ شي اللي كان طبخ بلاصة اللي تيجمعو فيها العتاد العسكري ديالهم كيف تشوفو راه كبير يعني كبيرة بزاف. جات شوية داخلة على الطريق تقريبا واحد واحد 5 كيلومتر تقريبا على الطريق باش بعيدة عليها عرفناش كيفاش نديرو تنطلعو للفوق باش نشوفو المنظر من الفوق كيفاش داير ولكن على العموم هادي هي القصبة. شوفو هداك الباب راه هو باش ندخل منو راه تيحاولو يرمموها
توغلوا توغلوا مع الراسة هذه حافظ الستار. هنا لقينا سدوه لنا كانوا لقينا فيه الدرج من فوق كاين مسدود هادشي راه معاود لأن باقي ريحة الخشب جديدة. طلع للفوق كاين طلع للفوق هما الدروج كاينين ولكن كاع دوك البلايص اللي ممكن تطلع بيهم من الفوق سادينهم. هاد المشاهد اللي تتشوفو دابا من شاطئ توسرت واللي معروف ب 700 درجة اللي دوزت فيه واحد التجربة اللي واعرة بزاف. واخا كنت بغيت نصور حوايج كتار ولكن التليفون والكاميرا جوجو معمرو ليا شيء اللي منعني انني نصور مشاهد كثيرة. فمن بعد ما ساليت من توسرت طلعت مباشرة وانا نبات في جزيرة باديس ومن بعد حركت الحسيمة. ونخليكم مع هاد المشاهد ديال المياه الصافية ديال شاطئ توسرت.